الشاشة القديمة دي شكلها غير الشاشة كده كده. انا بلعب على 1200 1024 1240 في 1024 تقريبا. شغال انا العبلها كده اصلا عشان استريتش بس مش عشان الشاشة. ثانية ريفرش. اما نديلك اشتراك. لا انت كده طلعت. انت كده لايف. اما فين اللايف؟ انت ما كنتش بتتفرج على الفيديو وانت طالع، انت فاهم؟ ولا بتكون فاتح لي لايف في الديسكورد. لا في الاساس مش هتلاقي في الديسكورد، بس اليوتيوب عندي بالكتير استوديو بيجيب لي لايف 10 لايف، بس انا عامل 144 يعني. عادي انت ممكن تتغير على الريفيو اصلا عادي، زي ما زي برضه الكريتور ما بيعمل كده. العب بقى جيم عادي، انا شايف دلوقتي مفيش بكسله. بص اللينك بتاعه اتحرك كده، وممكن يكون برضه ده ليه علاقه بالجرافيك اللي عندك او الحاجه اللي انت عاملها عندك، فاهمني؟ لا بس بس شغال حلو. انا بشوف ده عباره عن بكسله تكست قدام. جاست، ممكن برضه ده ليه علاقه بال طب لسه بكسله برضه. لما بتتحرك. الصراحه بالجرافيك انت عامل الجرافيكس ايه؟ اعمله ميديوم. اعمله لو يا اسطى. بس يا اسطى ممكن انا يكون اصلا فعلا تتحرك عليه ده. اي لعب ايوه اي لعبة شوتر يا اسطى المفروض تعملها لو، الباكس انت مش اكتر. محتاج الجرافيك في حاجة. الباكس اكتر من اول السيستم ولا ايه؟ صح عشان فاتح 1080. ما ينفعش تخليها تقريبا بس نقص الجرافيك بتاعك جرافيك لو عشان خاطر برضه هو ده. بص هو بيكون عباره، شايف كل اللي انت شايفه ده بيبقى الاو بي اس عايز ياخده كله كل اللي انت شايفه ده ويحطه في مده ثانيتين وبيرفعه، تمام؟ فانت بتنقص الجرافيك وتنقص الريزولوشن تاني وجرب. لو ما ظبطش بقى لازم تستنى سودا بقى. هو يعني هو الكلام ده برضه كان موجود في ببجي، كان بيحل.